It's incredible. I've never seen anything like this in my life. It's unbelievable. I don't even know how to describe it. This didn't happen immediately, but when we came out... Everyone, welcome back to my channel. السلام عليكم. واضح اني داخله مره متحمسه. شوفوا الموضوع هذا انطلب مني كثير. دورت لقيت انه في كلام وبصراحه ما اقتنعت فيه 100%. فانا ايش بسوي في القناه هنا بالعاده؟ يعني في النظريات والاشياء هذه دائما اعطيكم الزبده من كل نظريه، واللي حابب يروح انه هو يبحث بنفسه طبعا له الحريه يبحث. طبعا بس تنبيه قبل لا ابدا، لاني اعرف سلسله النظريات دائما تجيب لي كلام. سلسله النظريات بالعاده مو كل الناس تفهم المغزى منها. هذه مجموعه نظريات انتشرت في اماكن معينه، انا بس بعطيكم ايش المختصر منها، اللي حابب يروح يبحث يبحث. وبما انها نظريه يعني ممكن تكون صح ممكن تكون غلط، ما في شيء يثبت ان هي صح 100% ولا غلط 100%. فالنظرية اللي طلعت انه يقولوا انه في نوع من الزواحف اوريدي كان عايش قبل الانسان او مع الانسان، وبما انه في مخلوقات كثير انقرضت فيقولوا انه الزواحف هذه كانت نوع من الحيوانات اللي اختبأت تحت الارض الين ما قدرت ان هي تتعاشر مع الناس. وصفة الزواحف هذه انه هي ذكية، فالنظرية اللي طلعت انه هي اللي بتدير اغلب المنصات او المناصب المهمة. ولما اقول مناصب ومنصات مهمة يعني ممكن يكون سياسي، ممكن يكون رئيس، ممكن يكون اي شيء، حتى ممكن يكون شخص عادي، ولكن المهم انه هو شخص مؤثر. وبالحديث عن المؤثرين، فأكثر الناس اللي تشوفوا عنهم كلام دائما، اللي تشوفوا عنهم كده الضوء مسلط، بيكونوا هم دول الناس اللي عليهم الشك أكثر. الإنسان أو الماسونية استعانت بالأشياء هذه وقدرت إن هي تطور عليها أكثر عشان تستخدمها في غسل المخ، في إدارة، في أشياء كتير. يعني مثلا إيش النظريات اللي طلعت؟ مثلا قالوا إنه في من الرؤساء حقين أمريكا ذو منصب، فإنه تديرهم الزواحف هذه، وإذا ما كانت تديرهم الزواحف فممكن يكون الزواحف دي عبارة عن بادي جارد، ممكن يكون أي شيء. ويقال إنه الزواحف هذه فيها لها أنواع، يعني في لها سلالة، والسلالات حقتها كل سلالة حطينها في منصب معين. لما أقول حطينها أعرفوا أني أنا بتكلم عن الماسونية، أي أنه ما ينفع مثلا السلالة حقت المغنيين حطوها مع الرؤساء، هذه لها مميزات وهذه لها مميزات. فبيقولوا أنه هذه تعتبر كائنات قديمة، والناس اللي شافت الأشكال هذه يعني قالت ممكن تكون نوع من أنواع الفضائيين، وهذا أقرب شكل لها على الأرض، ومن ثم قدروا أنه هم يعملوا لها زي بدلات او اي شيء انها تشبه الانسان. انا عارفه ومتاكده انه انت عزيزي المشاهد وانت بتسمع الكلام هذا اكيد قاعد تقول ايش الهبل ده، ايش مدري مين. اتذكر انه هذه نظريه كانت في الغرب وجيت انا بس قلت عنها انها انتشرت كثير. بس انا دحين تركيزي مو بس في انه ايش هم، لا، انا تركيزي في الناس ليش طلعت هذه النظريه. يعني مو معقول شخص حيجلس كده فجأة يقول اوه اسمعوا انا بطلع نظرية، ايش رأيكم انه الناس هذه اصلا ريبتيلينز. ذكرت بعض المواقف لبعض الناس انه كانت اشكالها غريبة، تحولت عينها، تحولت حاجات كده غريبة. انا احترت كيف اجيب لكم الفيديو هذا، كيف يعني اقول لكم هو في بعض الفيديوهات انتشرت مشهورة وفي بعضها مو مشهور. فانا اخذت كم فيديو من كم مكان ومن كم حسابات في اليوتيوب. طبعا في حسابات في اليوتيوب اتكلمت عن الموضوع هذا مره كثير، وفي حسابات عربيه، واحد فيهم اللي هي السارة الفيديو. فلقيت واحد يعني لقيت مجموعه فيديوهات عنده، فالله يعطيه الف عافيه هو مرتبها ومتكلم. فلقيت عنده شويه فيديوهات ما لقيتها في اماكن تانية، فعشان كده حبيت اني اذكر هذا المصدر. بس قبل لا ابدا، في شخص اسمه ديفيد ايك، اي كلام اي حديث عن المتحولون دول حيجيك ديفيد ايك قدامك. الرجال ده هو اللي طلع النظريه او اللي اتكلم عن بطريقة جدا عميقة، أتكلم عنها في أمور كثير، دخل في أمور مرة كثير. فهذا اسمه إذا حابين تبحثوا هو إيش قال، لأنه بصراحة الموضوع مرة مرة طويل. وتعرفوني أنا إذا فيها أشياء فيها قرقر كثير و
ما أحب أدخل فيها، لكن أخذ بس كده زبدة منها. ديفيد هذا مؤمن وواثق إنه هذه الأشياء كانت موجودة وما زالت موجودة. ديفيد أصلاً كان صحفي في إحدى القنوات، كان كاتب، فساب الأمور هذه كلها وركز على دي النظرية، ركز عليها مرة ويجيب لك إثباتات ويجيب لك أشياء. فأغلب الناس اللي تكلمت أخذت من كلام ديفيد آيك، هو اللي طلع النظرية هذه ومؤمن فيها. بس تعرف وش الغريب؟ أمريكا أخذت الموضوع بجدية. أول موضوع، أول نظرية تطلع وأمريكا حسها أخذت بجدية الموضوع. أمريكا عملت استفتاء، استبيان عام 2017، قالت إنه كم نسبة الناس اللي في أمريكا عموما في 50 ولاية يؤمنوا إنه فعلا في بيننا ريبتايلز، يعني human reptiles. فتخيلوا الاستفتاء هذا إيش طلع النتيجة حقته، إنه 40% من سكان أمريكا يؤمنوا إنه في بيننا reptiles، سواء كانوا reptiles سواء كانوا aliens، في بيننا shape-shifting، في ناس ما هم ناس pure، لا يعني زي ما قلت لكم ممكن يكونوا مثلا من الفضائيين وجو هم لبسوهم اشياء. طبعا على فكره من اجي اقول لكم مسمى فضائيين ما تيجي في بالكم صوره حقت هوليوود ابدا. فضائي او alien بالانجلش بمعنى اجنبي، يعني شيء مو انسان، شيء زارنا من مكان تاني، وهذا شيء مو مستحيل لانه لا انت ولا انا نعرف ايش في اشياء تانيه مخلوقه. هل انت تدري لو في مجرات تانيه فيها ناس تانيين؟ ما ندري، بس جايز. ليش لا؟ لأنه ربنا موجود وربنا خالق أشياء كتير وتكلم عنها في القرآن، وكمان يعني مو كلها قال إيش هي. عشان كده النظريات طلعت، لأنه في أشياء مو مستحيلة، جائزة لكن مو 100% صح. طيب كعرفنا ديفيد آيك، عرفنا النظرية، عرفنا الناس إيش تؤمن، تعالوا نشوف الفيديوهات اللي طلعت عن بعض مواقف اللي زي كده. أول شيء قالوا إنه الكوين إليزابيث اللي هي ملكة بريطانيا، قالوا إن هي من ضمن الناس اللي ممكن تكون من الريبتيليان. أوكي أنا مو حابة أدخل في الموضوع حقها مرة كتير، بس الإنسانة هذه يعني أجا عنها نظريات كتير، والنظريات اللي جات غير أي نظرية أي شخص تاني. أي شفتوا سليبرتيز كلهم، شفتوا كل المشاهير ومدري مين، دول كلهم كده حطوهم على جنب، حتى حقين أمريكا كده حطوهم على جنب. النظريات اللي طلعت عن الإنسانة هذه أشياء مرة تانية، يعني حطوها على رأس الهرم. لكن الفيديو هذا صراحة يعني لفتني، فأنا حوريكم الفيديوهات وبعدين لما نخلص الفيديوهات كلها حقول لكم إيش رأيي في الموضوع. أعتقد إنه الفيديو هذا كان في 2014، كان في مباراة، وأنا ما أعرف في مباراة إيش بالضبط، أنا يعني معلوماتي الرياضية مرة ضعيفة. هي كانت موجودة هناك وكانت واقفة، وفجأة صار الموقف هذا. أوكي الفيديو اللي بعده لكريس براون، تعرفوا المغني كريس براون؟ كريس براون كان في أحد الأكاديمية أو النوادي حقت الباسكتبول، حقت كرة السلة. هذه كانت مقاطع عادية جدا، كانت نفس المعهد هذه أو الأكاديمية هذه كانت مصورة زي كده زي مقتطفات. صورت كريس براون بما أنه واحد من الضيوف اللي عندهم، فكريس براون لما جاء يجري وأخذ الكرة ده اللي صار. إذا ما أخذت بالك إيش اللي صار، طالع تاني في الدائرة. أوكي أحد انتبه إنه أصابعه طولت فجأة؟ طيب هذا كان تاني فيديو، تعالوا نشوف تالت فيديو. تالت فيديو أنا أول مرة أشوفه في حياتي، كان في أحد السينمات في المكسيك. اثنين في أحد السينمات فجأة في المكسيك قبل يبدأ الفيلم، أو I think بعد ما انتهى الفيلم، المهم كانوا قاعدين، فجأة في بنت قاعدة بتصرخ على صاحبها اللي جنبها. راح من الجلسين رفع جواله وقاعد يصور. فجأة صار الموقف هذا.
اوكي انا عارفه انه ما حد فيكم انتبه وما في ولا شيء لانه نفس الرياكشن حقي لما شفت الفيديو ما فهمت ولا شيء. البنت كانت واقفه وصاحبها قدامها كان لابس ازرق، فجاه البنت تحول شكلها لنفس الولد والولد طاح اغمى عليه، والبنت اللي تحولت جريت هربت. الناس قامت راحت للولد اللي طاح اللي هو صاحبها الأصلي، وكده كان شكله. اوكي كيف كده؟ اسمعوا هذا الفيديو الوحيد اللي انا قاعدة اعيده كل شوية باشوف، انا قلت اكيد في شيء غلط. بس في احد المؤتمرات اللي كان بيسويها اوباما انتشر الموضوع هذا انه كان في واحد من حراسه شكله غريب. شوفوا الفيديو هذا كويس. هذا تصوير تاني لنفس الرجال ده بس من بعيد. وهذا تصوير نفس الحارس، صورة كده واضحة له، هذا هو. اوكي اتكلمنا عن الكوين وتكلمنا عن كريس براون وتكلمنا عن اللي في السينما وتكلمنا عن اوباما، وسبت الأخير لآخر شيء في السلسلة حقت الشيب شيفتينج. من أشهر الناس اللي طلع عندهم كلام وهو جاستن بيبر، مو بس عشان الفيديو المشهور حقه وهو في المحكمة، أتوقع كان بيسوق وكان بيشرب أو حاجة زي ما قال القاضي. السبب اللي يخلي إنه هذه النظرية تطلع عن جاستن إنه فجأة هو طالع في الكاميرا، هذا يعني لايف تصور، الولد فجأة صار في عينه شيء بعدين رجعت عينه طبيعية. الفيديو ده أنا جبته الأصلي، الفيديو الأصلي يعني ما أخذته من فيديوهات في اليوتيوب ولا أحد متكلم الموضوع، حاولت أدور على الفيديو الأصلي عشان أبى أشوف هل هذا التصوير الأصلي صح ولا فيه هبل. First case this afternoon is Justin Bieber. Mr. Bieber, you are charged with the following: DUI, alcohol or drugs, resisting without violence, and drugs. Mr. Bieber, you are charged with the following. لما جو سألوا الناس اللي بتسوي مونتاج كتير دقة اللي الفيديو فيها انه ينلعب في الفيديو صعب، بعدين يعني حتى لو جليتش ليش الجليتش في عينه؟ بعدين العين واضحة ولا خضرة ولا ما أعرف، بس العين كانت مو طبيعية. الفيديو ده طب اوكي انا هنا حوقف شوية وحكلمكم عن رأيي في كل الأشياء اللي تكلمت عنها قبل الفيديو هذا، بعدين نكمل موضوع جاستن. شفتوا كل اللي تكلمت عنهم دولا؟ اول شيء بالنسبه للكوين انا يعني قلت يمكن في عينها في مرض في شيء، مع انه الموضوع يخوف، بس لانه لما شفت الفيديو الاصلي حق هذا الحدث هي اصلا مو باينه، يعني هي باينه عينها سودة من بعيد، يعني لانه عينها صغيره ولا شيء ما هي باينه كويس هل عينها من اول كده ولا لا. فانا بقول يمكن كانت مريضه كان في شيء، بس هل احد فيكم عنده اي خبره في المواضيع هذه انه هل فعلا في نوع من الامراض يخلي العين بالمنظر ده تماما؟ والشيء الثاني بالنسبه لكريس براون، انا حاولت اني افهم الموضوع ممكن يكون يده جات كده، صراحه يعني حسيت ان هي طولت بزياده فعلا. الفيديو هذا ليش جاء عنه كلام؟ لانه الفيديو محطوط في الحساب الأصلي حق هذه الأكاديمية، يعني هم حاطينه زي باقي كل المقاطع، فالفيديو هذا أخذوه من التصوير الأصلي حق الأكاديمية، مو ملعوب فيه وموجود لين دحين بيقولوا. حق السينما ما عندي رد إيش فيه. أما عن فيديو جاستن فأنا أديكم رأيي بصراحة. شوفوا تكلمنا الماسونية كتير وبصراحة هم عندهم أشياء مرة غريبة، وأتوقع الأغلب الناس اللي تعرف أشياء أكتر عن الماسونية تعرف إنه فعلا عندهم أشياء حاجات تقولوا يا أخي
مين الغبي اللي يسوي كده؟ تلاقوهم لا مسويينها، طاقتهم الأكبر جايبينها من العالم الآخر، فاللي شيء طبيعي ممكن سوس ولا فيه شيء، مو لازم يكون شيب شيفتينج. بس الفيديو حق المحكمة حرفيا حسيته غريب، يعني ما أعرف إذا هذا جليتش، بس ما في إيش الجليتش المرة كويس ده اللي في العين، بس ليش؟ بس أنا عن نفسي أقول ما في شيء مستحيل. في حدث مرة كبير في أستراليا صار، شافوه وهو بيتحول قدامهم. أوكي خلينا حكيكم الحدث هذا بعدين نتكلم عن رأينا في الموضوع. اللي شافوا شين داوسن أكيد شافوا البارت هذا منه، بس أنا رحت للسورس أو المصدر الأصلي حق القصة اللي قال إنه الحدث هذا أظن كان في 2014 في موقع اسمه Perth Now. Perth Now هذا عمل زي مقالة أتكلم فيها عن الموضوع حق جاستن بيبر. الكلام اللي قالوا إنه ناس من هناك من البنات، طبعا كلهم مراهقات اللي كانوا هناك، هم اللي تكلموا في المواضيع هذه. الحدث اللي صار إنه جاستن أول ما وصل لمطار سيدني بيقولوا البنات لاقوا إنه يده ولا وجهه، بالذات وجهه، شافوه شيء تاني. أعتقد قصدهم إنه شافوه هو جاي من بعيد قبل لي يدخل عندهم، فهو جاء من بعيد كان شكله زي كده. وكلهم البنات بيوصفوا انه هو كان الجسم اضخم بشوية، البشرة مالع الخضار، وزي في قشور في وجههم، يعني مو هو، شيء تاني. فجأة بيقولوا انه صار في زي بانيك، زي في الناس صارت متوترة، بنات دخلوا الحمام خايفين يبكوا، في ناس خرجوا برا هربوا من الموضوع. فالسؤال اللي انطرح انه ليش طيب الناس اللي هناك ما صورت؟ يعني غريبة انه في صور له، تصوير اللي هو كاميرات العادية الكويس انه هو هو جاك خبر، بس الفيديوهات والصور التانية ما في، ما حد صور غريبة، مستحيل. والسناب شات والاشياء دي مستحيل ما حد صور. فيقال انه البوديغارد حقه كان بيقول حطوا تليفوناتكم تحت وإلا حكسر اسنانكم. هذه انقالت من كذا شخص سمع الموضوع هذا، ومن كذا بنت كانت في المكان هناك. الحدث ده انا ما اصدق فيه، ليش؟ لانه لو في شيء زي كده في المطار كان شفتوه كمان فين؟ في الأخبار، كان إدارة المطار تكلمت عنه. بس في حدث ثاني الأخبار تكلمت عنه برضو في أستراليا، كان موجود في مكان كده جنب المكان اللي هو نازل فيه، هو البوديغارد حقه نازلين بيتمشوا، في بنات عرفوا أوريدي هو فين، فكان بيحاول إنه هو يجري منهم. أباكم تفهموا الموقف معايا، الحين جاستن قاعد يجري والبنات قاعدين يجروا يقربوا منه. البنات اللي بيجروا عنده كلهم قالوا إنه إحنا جرينا لين عنده كان شكله جاستن، لما وصلنا جنبه وجهه مو هو، أتغير مرة. والحدث ده متصور فيديو، لكم ما تتخيلوا انه كل موضوع يتكلم عن الحدث ده ما لقيت الفيديو حقه، ليه ما لقيته في مكانين؟ شوفوا الفيديو معايا. واحدة من البنات، وهذا برضو موضوع انتشر في نفس المكان كانت هناك، كانت تبغى تتصور معاه، وهي من البنات اللي دائما يجوا كثير للحفلات حقته، من البيك فان له يعني. تقول بعد المنظر اللي هي شافته ما تبغى تروح أي حفلة له، ولا تبغى تسمع أغاني، ولا تبغى تشوفه، صار عندها نوع من أنواع الخوف. بس بيقول الأشياء دي كلها كانت محطوطة وتم إتلافها. يعني الفيديو هذا اللي وريتكم إياه ترى ناس قليلة اللي قدرت تسوي له داونلود. كمان نفس الحساب حق البيرث ناو اللي تكلمت عنه، انتوا عارفين انه بعد بساعات من كتابته للمقال هذا المقال اختفى، بس الصور حقت المقال هذه من فين جات؟ انه في ناس لما سمعت على الموضوع شافته مهم بدأت تسوي كابتشر، عشان كمان الناس تثبت انه فعلا المقال ده كان موجود. ولما بدأت الناس تسأل انه بيرث ناو فين المقال ده، ليش التو وكأنه مو موجود في جوجل اصلا، بيرث ناو ردت عليهم وقالت احنا اسفين، احنا اصلا ما نزلنا الموضوع هذا. اوكي مين دولة؟ ايش في حدث جاستن بيبر كان اكتر شيء في استراليا، والظاهر يعني زي ما طلعت النظريات بعدين واراء الناس انه اللي كان هناك حسب ما البنت قالت لما كانت تجري لين عنده، يعني هي وغيرها تكلم، بس هذه البنت اللي ركزوا عليها اكتر انها قالت ما عاد تبى حتى حفلات تروح ولا تبغى اي شيء، قالت انه ندمت انها قربت لين عنده لانه كان شكله مرة مرعب. شوفوا فبركة الفيديوهات مرة سهلة، مو شيء صعب، بس الصعب لما تبغى تعمل انت نفس الكواليتي او نفس الجودة حقت التصوير.
يعني عندك أوقات لما تيجي تبي تصور حاجة وتفبرك عليها أحياناً يبين إنه هذا في شيء زيادة، بس لما تكون الفبركة يصير الفيديو أو الصورة زي مربعات، هذه أصعب شيء في الفبركة إنك تخليها زيها كده. بس فعلياً الموضوع الوحيد اللي اختفى من النت تماماً هو اتشاف وهو بيتغير، أو اتشاف وهو وجهه بدأ يتغير. هذا يأخذنا لوحدة من نظريات حقت الريبتيليانز، وهو إنه زي ما قلت لكم هم أنواع، في أنواع من كثر التوتر والسترس ممكن تبدأ تظهر على وجهها، وهذا مو كلامي، هذا كلام النظرية اللي طلع. فيقال إنه ممكن جاستن كان من النوع ده اللي لما يتوتر يبدأ كده يبغى يطلع من اللي هو فيه. أسيبوكم من الكلام ده على جنب. أنا لاحظت شيء في جاستن بعيدا عن دي النظرية. يا جماعة في كل صور وفي كل هذا ترى ما يبتسم، يعني تحسوه كده خايف ساكت كده، ما يبتسم ما يضحك، شوية متوتر. أوكي أنا عارفة إنه الموضوع هذا يوتر لما تكون أنت بين الفانز حقينا، بس الولد توتره بزيادة، ولكن تبقى في النهاية مجرد نظرية. لكن جاستن أكتر الناس طلعت عنهم النظريات، فأبغى أسمع رأيكم مع أني متوقع الأغلبية إيش ممكن يكون رأيه، بس أتمنى أنكم تحطوا في بالكم أنه أغلب النظريات هذه يعني محطوطة فقط للإطلاع. اسمعها اقرأها ارميها وراك، في يوم من الأيام إذا صار شيء حقيقي أو يخص الموضوع حتتذكر أن أنت عندك خلفية عن الموضوع هذا، لأنه ما عاد صار شيء مستحيل. وأنا بقول لكم من دحين ترى الموضوع هذه كلها حتكون قديمة وتافهة بعدين في المستقبل. عموما عشان ما كتر عليكم كلام، حبيت في حلقة دي تكون شوية خفيفة، أنا حبيت بس هي مدري إذا خفيفة ولا لا. حطوا في بالكم دائما تشيكوا على الديسكريبشن في كل فيديو من فيديوهاتي، لأنه أنا بديت أعصب. عندكم أي اقتراح، أي حاجة، أي صورة، أي شيء تبغوني أشوفه، ياريت ترسلوا لي على الإيميل، أسهل لي لأنه الناس صارت تجيني على الإنستا، تجيني على السناب تقول لي شوفي لما شوفي مدري إيش، وأحيانا أشوف متأخر، أحيانا يضيع الكلام، فأنا يعني بعقليا أنا مسوي الإيميل عشان أريحكم وأريح نفسي، فأرسلوا عليه. يا شيخ الله يسعدكم في ذا اليوم. تعرفوا البنت اللي أنا أعلنت لها آخر مرة، ما شاء الله تبارك الله البنت ما هي قادرة على الجيش من كتر ما راحوا وأضفوها وكمان طلبوا منها. أوكي، see you guys later. Bye bye.